إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات الإسلام والحياة، هذا البرنامج الذي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المشاهدين. ضيفنا في مثل هذا اليوم سماحة المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله شيخ عبد الله، حياك الله وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام. أهلا وسهلا بك شيخنا. شيخنا لعل تركنا بعض الأسئلة في المدة الحلقة الماضية، بداية أحد السائلين يسأل عن زخرفة المصاحف، وبعض يجد أنه يجعل على يعني على المصحف اسم الخطيب أو الخطيبة، ويتم أيضا تغليفه بأنواع من الأقمشة الفاخرة وهكذا لأجل الإهداء وأغراض أخرى، فما حكم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد أحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل الجواب عن هذا السؤال، يعني هناك مشكلة تتعلق بالجريمة الآن في ليبيا، يعني للأسف لا يزال الأمر الذي يؤرق الليبيين، ولا زالت مشكلة الاختطاف والقتل والتعذيب والتعدي على الناس خارج القانون لا زال يؤرق الناس، ولا زال هو أكثر شيء الآن يعني يخيفهم ويهدد أمنهم وسلامتهم، فلم يعد هناك من أحد آمن يعني في ظل هذه الفوضى العارمة وعجز أجهزة الدولة عن ملاحقة المجرمين. لقد تم في الأيام الماضية الاعتداء على عميد بلدية مصراتة في وضح النهار في وسط الطريق، مما أدى إلى وفاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وله ويعفو عنا وعنه ويرحمنا ويرحمه ويعوض أهله وأهل مصراتة جميعا فيه خير، وأن يجنبهم الفتن ويؤلف بينهم. يعني لا يخفى أن دوافع الجريمة في بلادنا متعددة، وقد يكون مرتكب الجريمة ليس بالضرورة أن يكون من خصوم الضحية ولا معاد لها، وقد يكون في الغالب يعني قد يكون ذلك، وقد يكون لخلط الأوراق وبث الفوضى ويعني الدفع في اتجاه عدم الاستقرار في ليبيا. فمثلا يعني في الجريمة التي ارتكبت في أوباري باختطاف مهندسين الأتراك الذين أتوا لتشغيل محطة التوليد الكهربائي، هذه جريمة ليس لها من هدف إلا تعطيل الخدمات بحيث تزيد معاناة الناس وتدفع إلى عدم الاستقرار والفوضى، ليس لها هدف إلا هذا، بحيث أن كل إنسان أجنبي، كل خبير أجنبي إذا طلب منه أن يأتي لإصلاح عطل في أي مؤسسة أو في تقنية وغير ذلك
لا يمكن يفكر أن يأتي إلى ليبيا عندما يرى هذا المشهد الآن في أوباري واختطاف أتراك أبرياء لا علاقة لهم ولا ناقة لهم بجمل ولا جمل في الصراعات الجارية في البلاد. هذا يبين لك أن الجرائم ليس دائما هي نتيجة عداوة بين الضحية والمجرم، والمجرم في الواقع ليس له صديق، المجرم ليس له صديق. الجريمة ترتع وتسرح وتمرح وتزدهر عندما يجد المجرم نفسه آمنا من العقاب، ليس هناك عقاب رادع له. وقد ندينا منذ أكثر من عامين أو عامين ونصف، ندينا بتشكيل قضاء مستعجل، يعني مختص بالنظر في قضايا الخطف والقتل والحرابة. وقلنا حتى إذا كان القضاة الليبيون يعني غير آمنين، بالإمكان أن تطلب هيئات عدلية من الخارج تأتي للنظر في قضايا خاصة، قضايا الحرابة والقتل، وتنفذ الأحكام والقصاص في المجرمين. فإنهم لو فعلوا ذلك الله لرأينا في استقرار البلد وأمنها العجب العجاب. ولكن عندما كنا نتكلم ونطالب بهذا، ربما كثير من المسؤولين كانوا يعني لا ينظرون إلى الأمر أو إلى الكلام الذي نقوله بنظرة جدية، وربما حتى يستهزئون منه ويقول هذا غير ممكن التنفيذ. ربما بعض من كان يقول ذلك قد اصطادته يد الإجرام بسبب التهاون والإهمال وعدم إقامة القصاص والحدود على المجرمين. فالجريمة يعني لابد من الوقوف معها بحزم، ولابد أن يكون هناك عقاب رادع. يعني منذ أكثر من ربما منذ 5 سنوات من 2013 إلى حد الآن والجرائم تتفاقم وتتزايد، يعني ربما مئات القضايا بل ربما آلاف القضايا في بنغازي كلها وفي غيرها كلها سيرت ضد مجهول. يعني أخذت خيرة أبناء ليبيا من النشيطين والثوار والإعلاميين والدعاة والحفاظ والأئمة والخطاب من خيرة أبناء ليبيا، ويعني فقدهم خسارة كبيرة للبلد، وليس من السهل تعويضهم ولا يعني أن تؤسس جيل مثل هذا الذي أخذته يد الجريمة. وكل هذه القضايا بعضها بتواطؤ مع الجهات التنفيذية في السنين الماضية كلها، وكلها يعني تسجل ضد مجهول. وكذلك ليس في بنغازي فقط بل في المدن الغربية، في مصراتة وفي طرابلس وفي غيرها من المدن. نريد أن نرجع بأنفسنا إلى الذاكرة، وعندما أقول هذا الكلام وأستعرض وأذكر الحوادث، والله ليس من غرض إلا مقاومة الظلم ومقارعة الظلم والوقوف ضد الظالمين ونصرة الحق، لأنه لا خير فينا إن لم نقلها، ولا خير في الناس إذا لم ينصر المظلومين. فهناك مئات وعشرات ومئات من الناس مظلومون يقبعون الآن في السجون، سواء في طرابلس في ميتيقة وإلا في الجهة الشرقية وإلا في سجون مصراتة وإلا في غيرها، يعني أخذوا من قبل جماعات ظالمة ولم يحولوا إلى العدالة ولم يحولوا إلى القضاء. هناك جرائم أصحابها معترفون، يعني قتلة الشيخ نادر العمراني مثلا، يعني هذه جريمة أليس أصحابها يعني معروفين؟ وبل أقروا على أنفسهم، وأحدهم الذي ارتكب الجريمة ذكرها وذكر تفصيلاتها وذكر من شارك فيها ومن سكت عنها ومن تستر عليها.
كل ذلك هذا موجود في يعني في متناول القضاء، يعني لا يحتاج إلى جهد تحقيق في مثل هذه القضايا التي فيها اعترافات، لا يحتاج إلى جهد، أمره هين، ولكن لا حياة لمن تنادي. نعم لا حياة لمن تنادي. نعم أليس هناك جرائم كثيرة لابد أن نقولها، لابد أن نقول هذا واجب، لأن الدفاع عن المظلومين واجب شرعي، لابد أن نقول ولا نسكت. والله ليس لنا يعني خصم إلا الظلم، وليس لنا صاحب إلا الحق، من كان صاحب ظلم وترك ظلمه فهو لنا وإلينا ونواليه وهو منا، ومن كان على غير الحق فلا يعني نلتفت إليه ولا نبالي به. مثلا أليس الذين قتلوا عبد اللطيف الكريك أحد مجاهدين مصراتة والداعمين الرئيسيين لثوار بنغازي، أليس قاتلته معروفين؟ أليس قاتلت مراد القماطي في وضح النهار في الطريق الساحلي معروفين؟ أليس من اختطف نصر الدين المعروف بأبو عبد الرحمن من ثوار طرابلس وقابع في السجن الآن يعني من شهور طويلة، أليسوا معروفين؟ أليس الذين سلموا الثوار الزاوية الغربية الذين ذهبوا إلى العمرة وسلمتهم السلطات السعودية إلى حفتر، أليس الجهة التي سلمتهم السجن الذي حال إليه معروفا؟ ألا يعد هذا الاختطاف لهؤلاء الثوار وهم قد دخلوا السعودية بتأشيرة عمرة، ألا يعد هذا من الإرهاب؟ يعني هناك جرائم كثيرة الآن أصحابها معروفون وارتكبت ولا يزال الناس يسكتون عنها، فليس هناك ظلم أشد من أن الإنسان يكون مظلوم ومسجون وأحيانا يقتل ظلما من قبل مجرمين والناس يسكتون على ذلك. لابد من الناس أن يتكلموا على كل المسجونين في مايتيغا، لابد أن يحولوا إلى النيابة، لأن كثير منهم مظلومون، لابد أن نرفع أصواتنا بكل قوة ولا نرضى بالظلم في مايتيغا ولا في غيرها ولا في مصراتة، لابد للحق أن يرتفع، لا يجوز السكوت، السكوت والله يأخذنا جميعا، الظلم ظلمات يوم القيامة. فالذي أقوله يعني ما يحصل لنا من هذه الجرائم المتوالية والمتكررة سببه سكوت على الظلم، لابد أن نرفع أصواتنا، لابد أن نتكلم، فلا يجوز للمسلمين ولا للدعاة ولا للخطباء ولا لأهل العلم أن يسكتوا عن هذه الجرائم، لابد أن يفضحوا أهلها ويكشفوا أهلها، بحيث من كان في السجن يطلق سراحه، ومن قتل مظلوما لابد أن ينصف أهله بأن يقدم المجرم إلى المحاكمة ويقتص منه، هذا أمر لابد منه إذا أردنا لبلادنا أن تقوم وللشرع أن يرفع في هذه الأرض، وأن تكون لنا دولة ويكون لنا كيان وأن يكون لنا إسلام وأن نكون من أهل مستحقين للإمارة في الأرض وأن تكون لنا دولة، لابد من نفعل هذا ولا نسكت عنه. على كل حال فيما يتعلق بسؤالك يا شيخ عبد الله عن زخرفة المصاحف، زخرفة المصاحف لا حرج فيها وتزيينها حتى بالذهب ولا بالفضة ولا بأي شيء آخر، ولكن الغرض من الزخرفة هو تشريف المصحف مع القراءة فيه والاستفادة منه، لأن يجعل المصحف يعني تحفة هكذا يوضع، فهذه ليست مهمة المصحف، مهمة المصحف أن يقرأ فيه ويستفاد منه ويتعبد بالقراءة فيه، أما أن نجعل يعني مصحف هدية بحيث يبقى لا يفتح إلا في رأس العام ولا في رأس السنة، فليس من هذا من عامل السلف ولا من أهل العلم ولا من أهل الطاعة والعبادة. ثم بعد ذلك إذا كان في هذه الزخرة في كتابة اسم من الناس هذا لا يجوز، المصاحف لا يجوز أن تخلط بأي شيء آخر، لا يكون فيها إلا كلام الله والمصحف فقط،
أما أن يوضع فيها أحد اسمه ولا اسم المرأة ولا اسم الرجل ولا الهدية ولا الإهداء فهذا لا يجوز ولا يليق، لأن الناس من أعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهلم جرا كانوا يجنبون المصاحف كتابة أي شيء، ما يكتبوا شيء لا يعني حتى فيما يتعلق بالقرآن ولا تصليحه في هوامش وهكذا كله لم يفعلوه، يتركون الرواية كما ورد يكتبونها كما هي، وعلموا يعني الأحزاب والأثمان والأجزاء هذا فقط ولم يفعلوا غير ذلك، فلا يجوز لأحد أن يكتب اسمه أو اسم خطيبته أو زوجته في المصحف. جزاكم الله خيرا شيخنا كريم. نذكر الإخوة المشاهدين وكذلك المستمعين أرقام هواتف البرنامج 021-33-47-401 021-33-47-402 021-33-47-403. معي الأخت أمال من طرابلس. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ وحيا الله شيخنا صادق، ربي يحفظه ويديم دخر للبلاد ان شاء الله ودمة محمد اجمعين. تفضل تفضل يا اختي. يا شيخ نبي نسال. نعم تفضل يا اخت امال. انقطع الاتصال. طيب ابو احمد من طرابلس. السلام عليكم. ابو محمد من طرابلس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم شيخ؟ يا أهلا وسهلا. نحيي الشيخ صادق ربي يحفظه إن شاء الله ينفع به. آمين. آمين. سؤالي معلش يعني سؤالين هو باختصار. تفضل. سؤال الأول متعلق ببطاقة شركة التداول. بطاقة شركة؟ التداول. التداول نعم. يعني سمعت أن الشيخ يعني أفتى بعدم جوازها لكون فيها نقد يعني بنقد متقابل، لكن رأينا فتوى يعني كيف في المدة الماضية صدرت بعض طلب العلم. كيف المسألة على أنها يعني وكالة من الشركة، وكالة عن طيب. عن الزبون حامل البطاقة وعن غيره، وهذا يعتبر يعني وكالة قال عن تقابض الدين عن قضاء الدين وعن تقابضه. واضح واضح. طيب لا هو السؤال بالضبط معلش في نقطة ولم ينبهها طالب نتأكده من الشيخ، هل تؤثر أو لا تؤثر؟ أن الزبون لما يضع المال مبلغ في البطاقة يعني قال هناك محفظة إلكترونية في المصرف. محفظة؟ المحفظة دي إلكترونية. يعني كان حساب الشركه يعني في المصرف هو مصر شمال افريقيا مثلا. فالمبلغ هذا الشركه لا تستطيع التصرف فيه الا بعد ان الزبون يشتري الحاجات هذه، ثم تبلغ الشركه المصرف ان الزبون يعني اشترى الشيء، ثم يعني تعطيه من المال الذي هو في المحفظه هذه. هو السؤال هل عند الشيخ شن تكيف العمليه هذه؟ وهل هي مؤثره يعني؟ وهل هو هذا الملحظ اللي جعل الشيخ يعني يفتي بالمنع؟ طيب هذه نقطة. النقطة طيب. الثانية في نفس الشركة هذه ان في اثناء التعاقد نسبة الاجرة يتخذها في بعض احيانا ينصوا على ان من حقها انها تغير هذه النسبة في بدون حتى اخطار للعميل يعني. نعم. وهذا شن حكمه كذلك مثلا؟ طيب. معلش اخر سؤال معلش باختصار. طيب. بطاقة السك المصدق. نبي كيف يمكن يكون فيه تقابض اصلا؟ يعني الشيخ طبعا منع العملية اللي تصير الان في الدولارات. باعتبار انهم يتفقوا قبل انشاء الصك. نبغى كيف طيب. يمكن الصوره الصحيحه يعني في عمليه التقابض في الذهب في السك المصدق. طيب باذن الله. شكرا شكرا صالح من من عربان تفضل يا اخي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. حياكم كيف حالك ربي؟ بارك الله فيك. اهلا وسهلا بك. وانا لو حديث على حديثك نبغى صحتك، كل التجار يدخلون النار الا المتقين. ويبعث التجار يوم القيامة فجار إلا من اتقى وصدق وبر. يعني التجار هل يعني عام هو بالتجار المسلمين ولا بالتجار عام كافر ومسلم؟ وصحة طيب. الحديث بارك الله فيه. طيب لا نبغى تعليق لأن التجار هم ممكن سبب فساد ليبيا بعد السياسيين. طيب حاضر بإذن الله. حكم الأحزاب بالله يحكي الأحزاب شنو؟ في الشرع بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام. علي من طرابلس. نعم علي. السلام عليكم حياك الله يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. حياك كيف حالك؟ يا مرحبا بك أهلا وسهلا تفضل يا أخ علي. مرحبا أهلا وسهلا مرحبا. الله يسلمك يا شيخنا الله يحييكم إن شاء الله ربي يبارككم إن شاء الله. آمين. سؤالك. نحن نعرف من هو ولي الشرعي ولي الشرع والأمر في بلادنا. من هو ولي الأمر الشرعي؟
شرعنا وامرنا لي بها، وكيف هو السبيل لجمع الكلم الكريم وجمع الشباب نحو الخير في طريق الخير طريق السلام بما يرضي الله عز وجل. طيب الظلم عم ما عرفناش الاسباب، يعلم الله ان النيه كانت خالصه لله في البدايه، بس الظلم عم وما عاد عرفنا من تبعه. تبعنا ولي الامر اللي هو دار الافتاء وسمعنا الكلام ما زدنا ولا نقصنا، لكن شنو سبيل جمع الكلام وشنو سبيل تحقيق العدل ما عرفناش ليه توا يا شيخ. طيب كل السبل في عينها وما عرفناش. طيب باذن الله بارك الله فيكم وحياكم الله. ماشي شكرا اخ علي. ابو محمد، منين ابو محمد؟ طرابلس. السلام عليكم. مرحبا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. عطيه الشيخ كيف حالك؟ طيب الله يسلمك. الشيخ معلش. تفضل. خذ الإمام مالك رحمة الله عليه الرحمن على العرش استوى. لما قال الاستواء معلوم شنو يقصد أنا الإمام مالك، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هل عقيدة الإمام مالك والمالكية في التفويض في المعنى أم أن عقيدتهم عقيدة أهل السنة والتفويض في الكيفية بس؟ وشنو علاقة ليش ارتبط المذهب المالكي بالاشعرية؟ معلش السؤال الثالث. طيب. بالشيخ وضح لنا، لان في ناس الان تو تدعو داخلين البلاد يدعو ان عقيدة السنة هي التفويض في المعنى والكيفية وليس التفويض في الكيفية. طيب ابو محمد واضح. نعم. ابو مراد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ عبد الله. اهلا وسهلا بك. حيا الله الشيخ صادق. اهلا وسهلا. واريد ان اقول له اني احبه في الله، الله يحفظه ان شاء الله يا رب العالمين. امين. حبك الله وبارك فيك. يا شيخ بالله احنا التوارق عندنا مستضعفين في الارض يا شيخ، ولا حول لنا ولا قوه. والظلم يا شيخ كما قلت وبارك الله فيك لا ازيد على كلامك استفحل في الارض. ولا لنا ملجا الا الى الله. ومن ثم ما يسمى بالنائب العام. قتل الشيخ مراد رحمة الله عليه ولم يفتح تحقيق إلى الآن. قتل الشيخ نادر والبصمات والجناة معروفون وإلى الآن يا شيخ لم يفتح تحقيق. وقتل القتيل كثير غيرهم نعرفهم ومنهم من لا نعرفهم، ومنهم من مسجون ظلما إلى اليوم لا تهمة له، مثل الشيخ عبد الرزاق مشارب سجن ما يقارب من شهرين أو ثلاث، وعندما خرج لم توجه له أي تهمة. فما هو الحل في رأيكم يا شيخ؟ ولا نهاجروا من بلادنا نركب قوارب نعيشوا في أفريقيا ولا في أوروبا ولا في آسيا؟ نعم. فما هو رأيكم يا شيخ؟ والله العظيم أن النائم العام لا يعيرنا اهتماما وكأنه يزيدهم على النار بنزين. نعم. طيب جزاك الله خيرا يا شيخ. طيب خالد من سلاتة، تفضل يا خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله الشيخ الصادق. أهلا وسهلا بك، تفضل خالد. الله يحييك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من العلم والعمل. آمين. عندي سؤال لله يا شيخ عبد الله. تفضل تفضل. مثل ما صحة التزكية في الإسلام وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟ تزكية الأشخاص. سؤال ثاني، إن هذا العلم دين فندرهم عمن تأخذ دينكم، من هم أفضل جماعات شيخ التقيد بها واللي يأخذ منها العلم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. أغيث من بني وليد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالي لو سمحت يا شيخ. تفضل تفضل. يا شيخ الصادق بالله، بعض المشايخ أفتوا بجواز ال 400 دولار من مصرف الجمهورية ومصرف الصحاري ومصرف الوحدة، هل هذه المصارف جائزة أم لا؟ لأن بعض الناس بدأت تأخذ هذه البطاقة وتجوزها هذه المصارف الثلاث. طيب. السؤال الثاني شيخ، عندنا إمام في صلاة الفجر يقنط سرا وليس جهرا، هل هذا القنوط جائز عند المالكية سرا وليس جهرا؟ طيب شكرا. ايوه لا. علي من بغازي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالكم؟ يا مرحبا. والله نحن تو نعم
طيب قطع، عيد الاتصال إذن علي. طيب انقطع. طيب في اتصال آخر، أحمد من مصراتة. أحمد تفضل. أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا شيخ عبد الله. يا أهلا وسهلا بك، تفضل يا أخ أحمد. سؤالك. من فضلك بارك الله فيك. سؤالك. تحية مسائية طيبة. تحية للشيخ صادق الغرياني. أهلا وسهلا. أولا نتترحم على عميد البلدية. نعم. أستاذ محمد شتاوي. شتاوي. نعم رحمه الله. يا شيخ. نعم. بالله. نعم تفضل اسمعني من الهاتف احمد. ايوه احمد. طيب في اتصال اخر. احمد يعيد اتصال احمد اذا كان. طيب شيخنا نعود الى اسئله الاخوه، يعني هذه ربما ما ادري الا احد، هذا ابو محمد من طرابلس يسال عن التقابض، كيف يمكن ان يتحقق التقابض في مساله بيع الدولار بالشيك المصدق، يعني كيف تصحح عمليه هذه العمليه شرعا؟ بالصوره الموجوده في ليبيا لا يجوز، لانه التقابض لا يتم وقت الاتفاق، لكن لو كان يعني المسؤولين لو كان مسؤولون في البنوك يريدون حل المشكلة من أسهل ما يكون، لأن هناك الآن تطبيقات في الجوال وفي الكمبيوتر يستطيع فيها أي إنسان في أي مكان سواء كان موجود في البلاد في أحسابه ولا غيره أن يحول في رمشة عين المبلغ اللي يريد تحويله للشخص الآخر للتاجر، والتاجر يقدر يحولها في رمشة عين الدولار في حسابه، ويعني لا يتطلب أكثر من دقيقة ولا دقيقتين، وهذا يعني الآن شائع في بلاد العالم كلها، بلاد الأرض حتى اللي هي أقل مستوى من ليبيا. لو أنت ذهبت لأي بلد في تونس ولا في مصر ولا في الجزائر ولا في تركيا وفتحت حساب في بنك من البنوك يعطوك يعني الطريقة وتدخلها في الجوال متاعك وتقدر تدخل تخش على حسابك وتحول، مثلا التاجر انت اتفقت انت وياه مثلا في ليبيا ان بتحول له مثلا 10,000 تشيلهم دولار، ماش تحتاج بعد ما تتفق تقعد يوم ولا اثنين تراجع في الشيك المصدق. هذه طريقة عقيمة ما عاملينها جماعة بعض، لا تهم كل اهل البنوك، اهل البنوك لم يعني مجعلين المسألة كلها في الشكل المصدق اللي يمشي كأنك تمشي على بعير في عصر الصاروخ والأقمار الصناعية، أنك ما تستطيع تحول لواحد فلوس إلا بعد يوم ولا يومين وطلع الشيك مصدق. ليش ما يعملوش هذا يعملوا هذه التطبيقات المعمول بها في كل الدنيا ونقدر نخش على حسابي واتفقت على واحد في شارع في سوق الذهب يقول له قول لي نقول له اعطيني حسابك نحول إلا في لحظة ونكون قعمز بحداني ونأخذ من الدولار، ليش ما يعملوش هذا؟ هذا ممكن بدل ما الشيك المصدق اللي ياخذ منك يوم ولا يومين. إذا كان هم بيستمروا بهذه الصورة فالبيع بالشيك المصدق بأنك تتفق اليوم وتطلع إلا بكرة هذا لا يجوز بأي صورة من الحال من الحال من الأحوال، لأن تأخير في التقابض. ويمكن إذا كانوا بيحلوا المشكلة بطريقة أخرى يفتحوا صرافين داخل المصارف داخل البنك يكون فيه شباك للصرافة، تشري أنت من شباك الصراف الدولار وأنت مقعمز تقول للبنك يطلع لك صك وسلمه له، هذا ممكن بهذه الطريقة. لكن الأسهل من هذا هو كل ما يجي الآن في العالم كله من أقصى إلى أقصى أنهم يعطوك تطبيق تخش على حسابك وتحول منه وتدخل وتصرف وتزيد وتنقص ولا تحتاج إلى هذه المعاناة. لكن كأن يعني تعذيب الناس ومعاناتهم وتوكيلهم الحرام من الأهداف الموجودة في السياسة المصرفية في ليبيا، وللأسف الحلول موجودة وسهلة ولكن لا يريدونها. بارك الله فيكم شيخنا. أرى أيضا على صفحة القناة الأخ يسأل يقول في البيوع ما معنى أن العقد ملزم؟
ما سمعتك يا شيخ عبد الله. يقول ما معنى عندما يقول الفقهاء ان العقد ملزم، ما معنى هذا؟ العقد ايش ماله؟ ملزم. ملزم؟ ايه ملزم، نعم. العقد يلزم صاحبه. نعم. هناك عقود لازمه وهناك عقود جائزه. العقود اللازمه مثل عقد البيع مثلا، ولا الوكاله ولا الاجاره، اذا تعاقدت مع واحد لزمته. فاذا بعت لشخص سلعه وتعاقدته حتى اذا كان هو ما استلمهاش وانت ما دفعتلاش الثمن، فهو العقد لزمك. ويستطيع ما يستطيعش واحد من الطرفين ان يندم عنه يقول لا ما صار ليش، هذا مع العقد لازم. وقد يكون العقد جائز غير لازم لكل واحد من الطرفين انه يتنصل منه ويتركه، زي عقد القراض مثلا. عقد القراض من العقود الجائزه، اذا اتفقت انا وياك ان اعطيك مال للقراض اليوم وقلت لك تو نعطي لك بكره ولا بعد بكره، وبعدين انت ما اخطر لكش ولا اني ما اخطر ليش، نقدر نتنصل ونقول لا ما صار ليش، هذا من العقود الجائزه التي لا تلزم الا بدفع المال، ما دام ما دفعتش المال فانت تستطيع ان تتنصل وتترك. هذا الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز. نعم. جزاكم الله خير. ايضا يسال يقول عن قوله تعالى: فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يريد تفسير هذه الايه. يعني اذا كان الانسان تورط في يعني دين بقرض بفائده، يعني اذا كان اعطيت لحد فلوس وقال لك يعني نبي نخدم لك بهم، وهذا كثير شائع في بلادنا، يقول لك يعني نبي نخدم لك فيهم ونعطيك راهو كل شهر عليهم 10% ولا 20%، هذا في الحقيقه ليس مشاركه، يقول لك هو بنخدم لك بهم، ليس هذا كما قال هو مشاركة، والدخل والربح فيها جائز. هذا في الواقع قرض، وقرض بفائدة، يبي يعطيك على المبلغ اللي انت اعطيته له ويسمى هذا دين، بيعطيك عليه زيادة فائدة في كل شهر مقدار 10 دينار ولا 20 ولا 50، هذا لا يجوز لك ان تاخذه. واذا انت اخذته واستعملته لمدة عام ولا عامين، قعدت تاخذ منه في المال هذا اللي هو 20 كل شهر وال50 وال100 كل شهر، وبعد تالي عرفت الحكم وان هذا حرام وان هذا ربيه تاخذ فيه وتب التوب، شن تعمل؟ فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلموا ولا تظلمون، ما تاخذش منها الا راس مالك فقط اللي دفعته له، دفعت له 10,000 يعني تاخذ منه 10,000 والزايد كله ترده له، فاللي اعطوا لك هذاك كله تحسبه من 10,000 وما عادش تاخذ اكثر من 10,000. هذا معنى ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. نعم. ما يجوز لك ان تاخذ اكثر من راس مالك اذا انت اخذت فائده على الربا على الدين. جزاك الله خير شيخنا. نعود الى اتصالات. ابو محمد من طرابلس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل. كيف حالك؟ كيف حالكم طيبين؟ يا اهلا وسهلا، سؤالك. كيف حالك؟ طيبين الله يبارك. ما معنى فقه الواقع؟ ما معنى الفتوى؟ قسمنا في القسمين، قسم ثقه وقسم واقع أم شيء آخر؟ لا عليكم السلام محمد. أيوة. عاود سؤالك، عاود. ما معنى فقه الواقع؟ فقه الواقع. ماشي. هل الفتوى قسمة من قسمة بين قسمين، قسم ثقة وقسم واقع؟ إيه طيب. ما معنى هذا؟ وما علاقتها بالفتوى؟ أيوة. طيب في أبو أحمد من طرابلس. أبو أحمد من طرابلس. أيوه أبو أحمد من طرابلس. أهلا وسهلا، تفضل يا أخي. أهلا بك يا شيخ. تفضل سؤالك. والله سؤالي: ما حكم الإسلام في أهالي تورط لهم 7 سنوات؟ وما حكم المشايخ ودار الإفتاء في إرجاع أهالي تورط وهم ساكتون ولم ي... تطالب دائما دار الإفتاء بهذا الأمر من بداية أحداث 17 فبراير وتتكلم على قضية تورغا. ما سؤالك بالتحديد؟ ما يا قضية ما حكم الإسلام في يعني. ماذا؟ في دار الإفتاء هم قاعدين ساكتين هم أهالي تورغا بهم 7 سنوات. يا أخي تكلموا مرة وبعدين معاش تكلموا عليهم لها الساعة. طيب أم محمد، منين أم محمد؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم تفضلي أختي. بدي نسأل الشيخ بخصوص يعني بعض الأناشيد اللي هي دينية هيك في بعض البرامج هيك يجيبوا فيها تلقى فيها جزء من آية يعني زي مثلا هيك توا مثلا حضرنا أمس برنامج تيك توك هذا في التناصح يقول مش عارفين يا أخي كذا فتذكر وقل اعملوا يعني تحس القرآن يعني فصل الأنشودة حسيت يعني ما يعني شنو حكم الدين فيها يعني هذه واحدة من الأسئلة هي في هلبة حاجات ثانية يعني من زمان أنا ديما نسمع فيها هيك وحايرة يعني كيف القرآن بس أنشودة شو بحكيك معناها هذا مش يفتح باب يعني هيك يخش غناء وحاجة زي كذا ولا محمد أنت تسمعي أنت يعني يا أم محمد أم محمد بخصوص التسجيل في الانتخابات يعني توجيه من الشيخ وكان في إمكانية يا شيخ عبد الله كان يعني تواصلوا مع الشيخ بخصوص يعني بدنا نسأل سؤالك خاص أنا في إمكانية حطي لو تضعي رقمك ما تسكريش أعطي رقمك للكنترول إن شاء الله بإذن الله بارك الله فيكم ماشي شكرا آخر اتصال أعطي محمد من طرابلس تفضل أخ محمد نعم محمد لا يوجد محمد إذا طيب نقف عند هذا الحد طيب شيخنا الأخ صالح من العربان يسأل عن حديث ما صحة حديث التجار هم الفجار إلا المتقون الحديث لي أصل ولكن هو الفجار تاجر الفاجر الذي يغش ويكذب ويخون ولا يعني يتحرى الحلال ويتعامل بالربا ويتعامل بعقود الغرر والمقامرة هذا لا شك أنه يدخل في هذا الوصف الفجار ولكن التاجر اللي هو يحافظ على أحكام الله في معاملاته وفي بيعه وفي شرعه في شرع الله يحافظ على ما يعرف ما يأخذ ويعرف ما يترك ويعني يحاول أن يكون بيعه حلال وشراؤه حلال فهذا لا شك أنه من التجار البررة الذين يؤجرون على كسبهم وعلى أخذهم ويبارك الله لهم فيما أخذوا وفيما أعطوا فالتاجر إذا صدق وبر يعني بورك له في ماله وبورك له في رزقه وإذا غش وكذب محقت بركة بيعه فهذا هو الفرق بين التاجر الفاجر والتاجر البر جزاك الله خير الأخ علي من طرابلس يقول من هو ولي الأمر الشرعي وكيف السبيل لجمع الكلمة وتحقيق العدل مع أنه يقول عانينا وبذلنا الجهد ولم نقدر على شيء ولي الأمر الشرعي في ليبيا لا يزال هو المؤتمر الوطني العام وما عداه كلها أجسام يعني لم تكتسب شرعية البرلمان لم يكتسب شرعية لأنه أبطل بحكم المحكمة الدستورية والأجسام التي أتت بعده لم تكتسب شرعية حتى بمقتضى القانون الذي أتت به فالشرعية لا زالت المؤتمر الوطني العام ولكن للناس للأسف الناس كان هذا هو آخر خط دفاع عنهم فرطوا فيه وتركوه وتعاونوا عليه بوسائل مختلفة وما كانوا يظنون أنهم يصل بهم الحال إلى ما وصلوا إليه فعليهم أن يجمعوا أمرهم الناس يشكون شكوى مرة لأن وصلهم الأذى وصلهم الضرر الشديد في قوتهم وفي يعني أعمالهم وفي مرتباتهم وفي الخدمات التي تقدم إليهم يعني هناك أزمات في كل شيء أزمات في السيولة أزمات في الصحة أزمات في التعليم أزمات في تقديم الخدمات للناس أزمات يعني أينما ذهبت وأينما اتجهت وليس هناك مسؤولون يعنيهم أمر البلد لأنني أرى المسؤولين الآن من أصغر يعني مسؤول إلى أكبر مسؤول إلا من رحم ربك يعني من في المجالس كلها التي نراها من مجلس الرئاسي والبرلمان والدولة وإلى أصغر المجالس في البلديات وغيرها
شغلهم الشاغل هو التطواف في بلاد الأرض في شرقها وغربها، يستجدون الأجنبي، كأن كل واحد منهم ما ينزل من طائرة إلا ليستقل طائرة أخرى، وكأن بلادهم سخاء الرخاء آمنة مطمئنة، فيها تنمية وفيها نظام وفيها يعني استقرار، ولا يعانون الناس من أي شيء، يعني كأن البلد في غاية عال العال، ما فيها أي مشاكل على الإطلاق، ما في أحد من هؤلاء المسؤولين يعني يعنيه أمر البلد، كلهم ولوا وجوههم شطر، يعني وجوههم شطر الأجنبي، بلاد أجنبية وغربية وأفريقية وعربية، وولوا ظهورهم إلى أهليهم، إلى أهل بلدهم الذين ولاهم الله تعالى عليهم وسائلهم عنهم، لأنه استرعاه عليهم، والله سائل كل راع عما استرعاه، فإن يعني عدل وأدى الأمانة وأدى ما يجب عليه فهو من المقسطين، وإذا غش فيعني لا يرح رائحة الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلتفتون إلى الوطن، يعني كل أمورهم كأنهم الآن يعني يستجدون الأجنبي، وأعمالهم أشبه بالدعايات الانتخابية، كل مجموعة تمشي وتشرح وضعها وتسوق نفسها كأنها تعمل في دعاية انتخابية، بالله عليكم تتركون يعني في السلطة ولا تتركوا منافسي ولا خصمي، كلهم هذا هو الذي يفعلونه، ويعرضون على أهل بلدهم وأهل وطنهم، وهم السند الحقيقي لهم، السند الحقيقي لكل غيور وكل وطني، هم أهل بلده وأهل وطنه، يعني توجهوا يستجدون الأجانب والغرب والشرق، وتركوا أمر البلاد اللي هي تعم فيها الفوضى العارمة، تركوها للمبعوث الأممي، هو الذي يصدر التعليمات، وهو الذي يصدر الأوامر، وهو الذي يدعو إلى الانتخابات، وهو الذي يجول، هم يجولون خارج البلد، يتجولون خارج البلد، وهو يتجول داخل البلد، والناس لم يستفيدوا، للأسف الناس لم يستفيدوا، يعني شرائح كبيرة من المواطنين لم يستفيدوا من تجربتهم مع المبعوث السابق ليون، كان يدخل معهم في كل مكان، حتى ربما يدخل بيوتهم ويدخل معه في الصغائر والكبائر، ثم بعد ذلك بعد أن وثقوا فيه وأخذ منهم ما يريد واستغل منهم ما استغل وركب ظهره، فجاءهم بما لم يكن في الحسبان، انظروا ماذا صنع بنا وأين هو الآن، كان يفعل شيء ويضمر شيئا آخر، كان يعلن شيء ويضمر شيئا آخر، وإني أرى الناس الآن حتى مع المبعوث الجديد هكذا بساط أحمدي، يعني يتعامل معه كأنه واحد من العائلة، والمعروف أن هذه التقاليد التعامل مع المبعوث الأممي ولا غيره هذا طرف أجنبي، لابد أن نطبق القوانين، حتى القانون الذي هو أتى به المبعوث الأممي يقول له أنت ما يجوز لك تتواصل مع أي طرف داخل البلد إلا عن طريق إجراءات معروفة، عن طريق السلطة الرقابية التنفيذية، لا يعني هكذا يعني هملا كل من دب هب، انهار في مسلاته وانهار في مصراته وانهار في تجورة وانهار في مربوعة فلان وانهار ماشي مع فلان، هذا كلام يعني تضيع للأمة وتضيع لمصلحة البلد، فالناس كلهم في ليبيا سواء كانوا مسؤولين أو عامة ما في واحد منهم إلا وعند مسؤولية كبرت أو صغرت، فينبغي ألا يؤتى البلد من قبله، لا يجوز لك أن تتعامل مع مبعوث أجنبي مباشرة، أنت لست أهل من لذلك، لم تخولك الأمة الليبية أن تتواصل مع طرف أجنبي، حرام عليك، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الولاية حتى على العائلة، من تولى الولي على العائلة هو ولي أمر، فإذا نصح وعدل فهم المقسطين، وإذا غش فلا يرح رائحة الجنة وهو من الظالمين، فما بالك بمن يغش في وطن بأسره ويتواصل مع جهات أجنبية لا حق له في التواصل معه،
ما كان يظن الناس عندما كانوا يتواصلون مع عليون ويجتمع بهم هنا وهناك، سواء كانوا سياسيين ولا نخب ولا ثوار ولا عامة ولا تجار، ما كانوا يظنون أنهم يفاجئون في يوم من الأيام يعلن عليهم حكومة تسلط لم يستشر فيها أحد، وتبقى هي مهيمنة من غير أي صفة قانونية ومشروع فاشل، ثم بعد ذلك يتبين أنه يربط في أموره مع الإمارات ويشتغل في الإمارات. ينبغي أن نأخذ دروس من السابق ونتبع القوانين. القوانين تقول لنا لا يجوز لأحد أن يقابل شخصية أجنبية، لا سفير ولا مبعوث ولا رئيس ولا أي أحد، لا يمكن، لا يحق لك أن تتعامل معه وأن تقابله إلا بتفويض من الجهة الرسمية في الدولة. أما أن يبقى هو المسؤول متاعنا في شغل شاغل، يسرحون ويمرحون في أمريكا وفي أوروبا وفي تونس وفي مالطا وفي أفريقيا، وتركيه البلد المبعوث الأمي هو الذي يصدر القرارات والتعليمات ويوجه السياسات، هذا أمر مؤسف. يعني لما وجد المسؤول المبعوث الأمي لما وجد البلد أهلها وجد أهلها يعني مفرطين فيها، هو يعني عمل لنفسه وقال لماذا لا تكون لي أنا هو الذي يقوم بالأمر بالنيابة عنهم، فصار هو الذي يفرض سياساته وهو الذي يفعل ما يريد للأسف. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني مفتي عام ليبيا حفظه الله تعالى، وكما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور من الظلام. تشاهدون إعادة هذه الحلقة يوم غد في تمام الساعة 5:05 فجرا، ويعاد عند 12:05 ظهرا. إسلامنا هداية وقاية من نار، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.